الكرام. مساء الخير والى التفاصيل. غريب امر البعض في المنطقه والعالم اذ يعتقدون ان الشعوب العربيه بلا ذاكره بلا تاريخ وبلا هويه فترى البعض يؤسس مجموعه تنتحل صفه الصداقه مثل مجموعه اصدقاء سوريا. السؤال البديهي هنا كيف يمكن ان تكون هذه المجموعه صديقه لسوريا؟ معادية لفلسطين، كيف يمكن ان تكون صديقة لسوريا معادية للمقاومة؟ كيف يمكن ان تكون صديقة لسوريا ومعادية للتسامح والمحبة، داعمة للتطرف والتكفير والتدمير والوهابية؟ كيف يمكن ان تكون صديقة لسوريا متواطئة مع كيان الاحتلال والتوسع والاستيطان؟ لم يعد بامكان احد ان يخدع شعوب المنطقه فالوعي الشعبي العربي يتصاعد في كل بقاع الوطن العربي مدركا حقيقه الثورات التي تقودها مشيخات النفط والغاز والتي ترتعد اصلا من كلمات ثوره شعب حقوق ومقاومه مدعو صداقة الشعب السوري ظهروا ممثلين فاشلين يبحثون عن حفظ ماء الوجه يضعون شروطا لن تصرف في اي حساب وطني سوري. الرسالة التي يجب ان يفهمها هؤلاء بعناية ان مشروع الكيان الصهيوني في المنطقة والذي يعملون جميعا خدما له ومن اجله بدأ يتهاوى. وان مصدر القوه والشرعيه هو الشعب السوري وليس اي احد اخر جماعه الارهاب تتساقط امام ضربات الجيش العربي السوري وسوريا المستقبل لن تتجه بوصلتها الا باتجاه فلسطين والجولان واتجاه ما يريده غالبيه السوريين ولن نرى في سوريا الا اراده السوريين وكرامتهم وعزتهم لقد اعلن السوريون باختلاف انتماءاتهم السياسيه والوطنيه انه لا ديمقراطيه من خلال العماله والخيانه ولا ديمقراطيه ما لم يكن جوهرها الحريه والتسامح المحبه والكرامه والعزه جوهرها القوه والقدره على حمايتها جوهرها السياده والاستقلال أما ديمقراطياتهم فهي ليست إلا بوابة عبور للعمالة والخيانة والارتباط بالمشروع الصهيو أمريكي هذه هي المعادلة ولن يكون حلها إلا لمصلحة الشعب العربي السوري وجيشه البطل